يعني شفنا مبابي والدنيا عندهم سهله ولطيفه ولذيذه وما عندهمش اي مشاكل، ودايما النجوم لما بيكون عليها محط الانظار بتتصرف بشكل تلقائي، وده حاجه اكيد الجمهور بيحبها، سواء جمهور باريس سان جيرمان او الجمهور الفرنسي او جمهور كره القدم بشكل عام. لكن من البالون دور لبعض الاخبار المهمه في الكره العالميه بشكل عام، هنتابع كل ما هو جديد حصل في الاسبوع الماضي، وكمان بالاخص قبل مباراه انتر ويوفنتوس، وكمان ابرز الاخبار اللي بتتكلم عن الانتقالات الشتويه اللي خلاص ناقص اقل من 3 اسابيع علشان يبدا ميركاتو شتوي جديد. وبدايه رسميا، غياب هولدنج لاعب ارسنال لمده من 6 ل9 شهور بسبب الاصابه بتمزق في الرباط الصليبي. هولدنج لاعب ارسنال اصابه في المباراه الاخيره مع نادي ارسنال في الدوري الانجليزي، وبالتالي هيغيب من فتره ل6 ل9 شهور. في مثل هذا اليوم ولد اسطوره نادي تشيلسي جون تيري، بيكمل عامه 38 سنه، حقق فيهم 17 لقب. كل سنه وانت طيب يا تيري. ليكيب، إدارة ليون لن تعارض مغادرة نبيل فقير في الانتقالات الشتوية، ده في حالة وجود عرض رسمي وعرض يليق باللاعب والنادي. تيليجراف، ديونج فضل الانتقال لنادي باريس سان جيرمان، الصفقة ستكلف 75 مليون يورو فس في الصيف المقبل. ديونج اختار الفلوس على حساب التاريخ، وبالتالي اللاعب هو اللي هيكون خسران، وافتكروا كلامي. رسميا كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في نادي يوفنتوس. رونالدو بيكمل في مسلسل تحطيم الأرقام وهو عنده 34 سنة. سباليتي قبل مباراة اليوم وكلامه على المباراة بيقول إن هناك فجوة كبيرة في الجدول وهيكون من الصعب تعويضها. هذه هي الأخبار السيئة، والخبر السار هو أن هناك فرصة لتقليل الفارق، وإنه هيلعب اليوم لتعويض عدد النقاط ما بينه وما بين يوفنتوس. أليجري بيسألوه عن نقطة قوة الإنتر، رد وقال هو فريق قوي ومهاري وسريع ولديهم هداف مذهل مثل إيكارد. أليجري طبعا كلام محترم جدا جدا جدا. نروح لعطل فني وراء تحطم طائرة مالك ليستر، ودي كانت بعض يعني الكلام اللي كان بيقال في الفترة الأخيرة على يعني بنتكلم على طائرة ليستر والتقرير اللي طلع عليها، ان اول تقرير طلع من الشرطة الجنائية اللي بتتكلم على التقرير اللي خرج، ان حصل عطل فني حدث فجأة، وان ديل الطيارة انفصل عن جسم الطيارة في الوقت اللي كان الطيار بيجهز للهبوط، واللي ادت الى سقوط طائرة ملك نادي ليستر سيتي، واللي ادت الى وفاته اللي طبعا كان عمره 60 سنة في مشهد مروع ومشهد لا يمت بصلة الى طبعا يعني كرة القدم، لكن هو كان من ملعب ليستر، وبالتالي حصل عطل فني. ده كان اخر تقرير اخر تقرير عن العطل الفني الخاص بطائرة ملك ليستر سيتي. طيب نروح لارسنال، وارسنال يحذر لاعبيه المتورطين في الحفلة المشبوهة اللي خرجت السوشيال ميديا تتكلم عليها، وبيقول ان نادي ارسنال كان في قبل المباريات اللي موجودة في الدوري الانجليزي ان حضر الحفلة بعض لاعبي ارسنال اللي تعاطوا بعض الكحوليات قبل المباراة، وده شيء اكيد يعني ما ينفعش لاعب كرة قدم محترف يكون متورط في مثل هذه الامور، لكن الكاميرات خرجت الصور وخرجت الفيديوهات وبينت اللعيبه اللي كانوا موجودين في الحفله. اكيد طبعا ما ينفعش انه يكون موجود معانا، لكن الصور موجوده على السوشيال ميديا، لكن احنا طبعا رفضنا الصور تكون موجوده وما حبيناش ان الصور نعرضها لحضراتكم، لكن خبر اكيد يعني ملوش علاقه بروح ولا القيم ولا السلوكيات الخاصه بكره القدم. الحفله كان فيها 7 لعيبه من نجوم نادي ارسنال بدون يعني ما نخش في تفاصيل، لكن لاكازيت ومختريان وجندوزي ومصطفي واوباميانج وكولاسيناك ومسعود اوزيل. طيب
فشل المحاولة الأخيرة لبوكا جونيورز للحصول على كوبا ليبرتادورس، إن فشل مسؤولي فريق بوكا جونيورز للأرجنتيني في مرة أخرى في سعيهم على الحصول على لقب كوبا ليبرتادورس على حساب ريفر بليت. وكان في كلام إن بوكا جونيورز عايز يحتسب المباراة لصالحه زي ما استندوا لأحداث 2015 اللي كانت في دور الثمانية ما بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، ده كانت على ملعب لابومبونيرا ملعب بوكا جونيورز، لما بين الشوطين أحد الجماهير ألقى قنبلة مسيلة للدموع وقنبلة فيها بعض الدخان اللي أدى إلى اختناق لاعبي ريفر بليت اللي انسحبوا من المباراة بتقارير من الحكم، وأدى إلى فوز ريفر بليت 3-0. في السنة دي ريفر بليت صعد للمباراة النهائية وفاز باللقب كوبا ليبرتادورس، والمباراة خلاص يعني اتحاد الكومين بول رفض طلب بوكا جونيورز بالحصول، والفريقين حاليا موجودين في مدريد علشان يلعبوا على ملعب سانتياغو برنابيو اللي هيكون هو معقل المباراة اللي هتحدد مين الطرف الأخير في كأس العالم للأندية. طيب 4000 شرطي لتأمين السوبر كلاسيكو في مدريد، كانوا 2000 في الأرجنتين، وبالتالي اتضاعف العدد في سانتياغو برنابيو وفي مدريد علشان يكون موجود 4000 شرطي لتأمين المباراة بشكل صح وبشكل أكيد. يعني في الأول وفي الآخر احنا عارفين ان الجمهور الأرجنتيني هو جمهور مشاغب، لكن هل مدريد هتسمح ان يكون في شغب، ولا الشرطة الأسبانية هيقدروا ان هم يعني يلموا كل الأمور ويسيطروا على كل ما هو موجود داخل الملعب وخارج الملعب؟ نروح لبعض أخبار لاعبين المحترفين في الخارج ومحمد صلاح وتوجيه رسالة لذوى الاحتياجات الخاصة في ليفربول. محمد صلاح كان موجود في حفل بينظمه نادي ليفربول لذوى الاحتياجات الخاصة، وزي ما حضراتكم شايفين بعض الصور اللي موجودة من الحفل الخيري من بعد ساعات أو قبل ساعات من خوض مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي. صلاح كتب على حسابه الشخصي تويتر: واحدة من لحظاتي المفضلة التي جاءت متأخرة هذا الموسم، أشعر بالفخر والامتنان وأتطلع لإعادة تلك اللحظات مرة أخرى قريبا. ويستعد الفرعون المصري محمد صلاح لمباراة ليفربول وبورنموث اللي هتقام إن شاء الله بكرة في الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 16 في الدوري الإنجليزي البريمير ليج. سارة عصام أفضل رياضية عربية في إنجلترا لعام 2018. توجت المصرية سارة عصام لاعبة المنتخب الوطني وفريق ستوك سيتي للسيدات بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018، واللي بتقدمها مؤسسة لندن العربية. وأعلنت المؤسسة العربية إن أسماء أو اسم سارة عصام جه في المركز الأول في كل المجالات، وجاءت أفضل رياضية من نصيب سارة عصام وأول محترفة مصرية عربية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم السيدات. سارة عصام عندها 19 سنة، انتقلت من وادي دجلة إلى ستوك سيتي في 2017. أجري بيستدعي أنني لمباراة النيجر. استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خفير أجري المدير الفني للفريق الوطني على استدعاء دولي محمد أنني لاعب أرسنال، بغض النظر عن غيابه المؤكد عن مباراة الفراعنة المقبلة أمام النيجر في ختام مشوار الفريق بالتصفيات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. مواجهة مصرية بين حجازي والمحمدي في الشامبيونشيب. يحتضن ملعب ملعب فريق حجازي فريق المحمدي أستون فيلا في العاشرة مساء اليوم المباراة التي تجمع بين فريقي ويست بروميتش ألبيون وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تشامبيونشيب. والمباراة تشهد مواجهة مصرية بين المحمدي وبين أحمد حجازي ثنائي المنتخب الوطني. مدربة محمد صلاح ورمضان صبحي يتنافسان على جائزة الشهر بالدوري الإنجليزي. كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن المرشحين لحصد جائزة مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي، وضمت قائمة المدربين يورجن كلوب وديفيد فاجنر ومدرب هادرسفيلد وأيضا بيب جوارديولا ورافائيل بينيتيز مدرب نيوكاسل وموريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام وماركو سيلفا مدرب إيفرتون. هنشوف مين اللي هيحصل على الجائزة أفضل مدرب في الشهر الأخير، حصل عليها مدرب بورنموث خلال شهر أكتوبر الماضي. مكملين مع حضراتكم ولسه عندنا أخبار
لكن هنروح نشوف بقى، نتابع معاكم ظاهرة في الملاعب وعلى غرار مباراة توتنهام وليفربول. وزي ما حضراتكم شايفين يعني نعرض معاكم كده أبرز الغرائب اللي موجودة في عالم كرة القدم. يعني ده قدام حضراتكم ملعب ليفربول، ملعب الأنفيلد وملعب إيفرتون اللي موجود على الجانب الآخر من المدينة، هو ديربي الميرسيسايد. الميرسيسايد هي المقاطعة اللي موجودة فيها الملعبين، 950 متر. هشرح لحضراتكم سريعا ليه الملعبين دول موجودين جنب بعض. في يعني ما قبل التسعينات وفي الثمانينات كان نادي إيفرتون بيلعب على ملعب الأنفيلد الخاص برئيس نادي ليفربول، واللي هو كان موجود من ضمن المحافظين في حزب السياسة. الحزب كان بيتعارض مع جمهور نادي إيفرتون اللي انفصلوا عن مالكه وحبوا ان هم يعملوا ملعب خاص بيهم، في الوقت اللي رئيس نادي ليفربول أسس نادي ليفربول وبقى ده ملعبه وملعب ليفربول على الجانب الآخر من الملعب. المساحة ما بين الملعبين هي 950 متر، فدي واحدة من أقوى الدربيات وواحدة من أقرب ملاعب كرة القدم اللي موجودين، ومن أغرب الظواهر اللي موجودة في عالم كرة القدم. طبعا ده في صربيا، ريد ستار وبارتيزان. وزي ما حضراتكم شايفين نفس الفكرة، دي عاصمة بلغراد عاصمة صربيا. الملعبين يعني بنتكلم في مسافة أقل من 950 متر، لكن كرة القدم زي ما حضراتكم شايفين بتعمل ظواهر غريبة جدا وبتعمل حاجات احنا ما بنشوفهاش، لكن حبينا ان احنا نعرض لحضراتكم ظاهرة أقرب الملاعب اللي موجودة في المدن، وازاي دربيات بتكون دربيات، وازاي الحماس اللي والتعصب اللي بيكون موجود في صربيا. طبعا ده يعني اسكتلندا، ديربي وديربي او ديندي وديندي يونايتد، والملعبين زي ما حضراتكم شايفين يعني لو واحد شاط كوره من ملعب هتروح للملعب الثاني والعكس صحيح. فانا ما اعتقدش ان بيتلعب لقائين في وقت واحد، طبعا بسبب ممكن الاحداث اللي تكون فيها بعض الحماس من الجمهورين، وبالتالي ده بقى اقرب الملاعب اللي موجوده في عالم كره القدم. والمسافه زي ما حضراتكم شايفين مش هتكمل 100-200 متر ما بين الملعبين. نروح لأهم لقاءات المباريات اللي موجودة في شهر ديسمبر.